السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برمجة الحاسب الآلي تقديم المهندس محمد الانسكوارة، الأكاديمية العربية الدولية، منصة أعد. مقدمة: برمجة الحاسب الآلي هو عملية كتابة مجموعة من التعليمات تسمى الكود، مكتوبة بلغة برمجة محددة ليتم بتنفيذها بواسطة الحاسب، أي هي بمعنى آخر إخبار الحاسب بما يجب عليه القيام به بإعطائه سلسلة من التعليمات باستخدام لغة يفهمها الحاسب وهي لغة البرمجة. لغة البرمجة وهي مجموعة من القواعد والتعابير المحددة تستعمل لغرض توصيل التعليمات للأوامر للحاسب بطريقة يفهمها ويقوم بتنفيذها. هلا يمكن مقارنة لغة البرمجة باللغات الطبيعية التي يستخدمها البشر للتخاطب فيما بينهم، كما أن البشر يتخاطبون فيما بينهم بلغات كاللغة العربية أو الإنجليزية، وهذه اللغات لها مجموعة من المفردات المحددة والقواعد والتيارات. وبالتالي فإن لغة البرمجة بشكل مشابه أيضا لها مجموعة من المفردات والتراتيب والقواعد المحددة والتي نستعملها لإيصال الأوامر والتعليمات للحاسب ليقوم هذا يقوم تنفيذها. الخوارزمية يمكن اعتبار هي مجموعة محددة ومعرفة ومنتهية من التعليمات لحل مشكلة محددة أو تنفيذ مهمة معينة، وهي عبارة عن مجموعة متسلسلة من التعليمات الواضحة لتحقيق هدف محدد. أي أن الخوارزمية مجموعة من التعليمات، ولا هذه التعليمات مرتبة وكل تعليم يجب أن تأتي في دورها وأن تكون وهدفها تنفيذ غرض معين أو مهمة معينة يستطيع الحاسب القيام بها. هلا من خصائص الخوارزمية الجيدة كما سأتحدث في لاحقا، يجب أن تكون خوارزمية واضحة، أي أن الخوارزمية يجب أن تكون مفهومة للمبرمج أو لمستخدم المبرمج الذي سوف يقوم ببرمجتها، وأن تكون خطواتها واضحة، وأن تكون كل خطوة لها هدف محدد مفهوم وواضح. 2 من خصائص الخوارزمية الجيدة أن تكون محدودة الخطوات، أي يجب أن أي خوارزمية أن تكون لها عدد محدد من الخطوات وكل خطوة لها هدفها وغايتها وحدود أيضا مكانها، يعني أن تأتي الخطوة في ضمن تسلسل منطقي طبيعي. ويجب أن تكون خطوات الخوارزمية تسبق بعضها، يجب أن تأتي كل خطوة في مكانها الصحيح. الشرط الثالث للخوارزمية الجيدة يجب أن تكون حتمية. معنى أن تكون خوارزمية حتمية أو أنها دائما تعطينا من أجل الدخل نفسه، تعطينا دائما الخرج نفسه، أي دائما أننا سنقوم بالحصول على نتائج واضحة ومحددة من تلك الخوارزمية إذا أعطيناها نفس الدخل، في حين أن الخوارزمية يجب أن لا تكون خوارزمية تعطي قيم غير منطقية أو غير متوقعة، وبالتالي تفقد الخوارزمية معناها. الله. الميزة الثالثة من الميزات الضرورية للخوارزمية، يجب أن تكون الخوارزمية محدودة الدخل والخرج، يعني أنه عند تنفيذ الخوارزمية أو تطبيقها يجب أن نعرف ما هي البيانات التي يجب أن نقوم بتقديمها للخوارزمية، وما هذه البيانات وقيمها، وما هي البيانات أو النتائج التي سنحصل عليها من تنفيذ الخوارزمية. الشرط الخامس والضروري من المهم من الخوارزمية الجيدة هي أن تكون الخوارزمية عملية. معنى أن تكون الخوارزمية عملية هي أنه يمكن أن هذه الخوارزمية
قابل للتنفيذ ضمن الزمن أو الموارد المتاحة، فلا معنى من خوارزمية يتطلب تنفيذها زمن كبير جدا بحيث لا يمكن الاستفادة منها، أو أن يتطلب تنفيذ الخوارزمية ذاكرة حاسوبية كبيرة جدا لا يمكن توفرها، أو تتطلب قدرة معالجة حاسوبية كبيرة ولا يمكن معالجتها على الأجهزة التي نعمل عليها الآن. لغات البرمجة، كما شرحنا سابقا، لغة البرمجة هي مجموعة من القواعد والتعابير المحددة التي تستعمل لتوصيل التعليمات والأوامر للحاسب بطريقة يفهمها ويقوم بتنفيذها. ويوجد العديد من أنواع لغات البرمجة وأسماؤها وتختلف هذه الأسماء بطرق تنفيذها وكثير من الخلافات بينها، ولكن بشكل عام يمكن تقسيم لغات البرمجة إلى نوعين رئيسيين. أولا، لغات البرمجة منخفضة المستوى وسميت لغات البرمجة منخفضة المستوى لأنها ما تكون دائما مرتبطة بنوع بنية الحاسب التي تعمل عليه، أي أن هذه اللغات لا يمكن أن تعمل على بنية أخرى وتكون دائما قريبة من العتاد الذي يعمل عليه. وهذه اللغات من اللغات المنخفضة المستوى تضمن فئتين رئيسيتين. أولا، لغة الآلة، ولغة الآلة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الحاسب بشكل مباشر، وتتألف من تسلسل من الأصفار والواحدات، وتختلف أيضا بحسب بنية الحاسب. وهذه اللغات لا تحتاج لأي برامج وسيطة أو مفسرات لكي يفهمها الحاسب، وإنما تعمل إن يقوم الحاسب بتنفيذها بشكل مباشر. أيضا من أن المستوى الثاني من لغات منخفضة المستوى هي لغة التجميع أو الأسمبلي. لغة الأسمبلي تستخدم اختصارات معبرة من اللغة الإنجليزية لتعبر عن العمليات الرئيسية التي يقوم بها الحاسب، وهي تحتاج محولا ليحولها إلى لغة الآلة يسمى الأسمبلر. وحاسب تختلف كما قلنا لأنها لغة برمجة منخفض المستوى، تختلف تعليمات هذه اللغة بحسب بنية المستخدم الحاسب المستخدم. فالبرامج المكتوبة بلغة التجميع لمعالجات انتل لا يمكن أن تعمل على الحواسيب التي تعمل بمعالجات مثلا ARM أو معالجات أخرى أو بنية أخرى. فلغة التجميع مرتبطة بشكل كبير بنوع المعالج التي تعمل عليه أو البنية الحاسبية التي تعمل عليه. هلا، لغات البرمجة عالية المستوى. سميت لغات البرمجة عالية المستوى لأنها تقريبا منفصلة عن بنية الحاسب التي تعمل عليه، ويمكنها أن تعمل على أي بنية حاسوبية بغض النظر عن تركيبه الداخلي أو مكوناته. وهي تستخدم بعض الكلمات المفتاحية الشبيهة باللغة التي يستخدمها الإنسان في إعطاء الأوامر للحاسب، كما أنها أيضا كما قلنا مستقلة عن بنية الحاسب المستخدم. ومن هذه اللغات أيضا ممكن أن نقول جافا، بايثون، سي، سي بلس بلس، والعديد والكثير من لغات البرمجة الموجودة حاليا. وتتمثل فائدة استخدام لغات برمجة عالية المستوى في سهولة برمجة البرنامج وفهمه وصيانه وتصحيح أخطائه
كما تتمثل في سهولة نقل البرنامج من بنية حاسوبية إلى أخرى بدون إجراء أي تعديل أو تغيير على البرنامج. وهذا ما يعطينا مرونة كبيرة في العمل، وأي بنية حاسوبية أو نظام تشغيل، وبالتالي لا ضرورة لإعادة كتابة البرنامج من أجل بنية عمل جديدة، بيئة عمل جديدة. أما في لغة اللغات المنخفضة المستوى فإنها تعتمد على بيئة العمل بشكل كبير جدا، وبالتالي من الضروري أن يكون البرنامج مخصص للبنية التي تعمل عليها. المفسر أو مدمج، نلاحظ أن اللغات البرمجية تحتاج إلى برنامج، لغات البرمجة على المستوى تحتاج إلى برنامج يسمى المفسر أو برنامج مترجم لكي تعمل. أما اللغات المنخفضة المستوى فإنها تعمل على برنامج يسمى الأسمبلر لكي تعمل. الاستخدام، نظرا لسهولة البرمجة على المستوى نسبيا فهي لها كثير من التطبيقات، من تطبيقات سطح المكتب إلى تطبيقات برنامج كلود إلى تطبيقات الخدمات إلى العديد من مجال التطبيقات. أما لغات برمجة منخفضة المستوى فهي نلاحظ أنها بسبب صعوبتها وارتباطها بالبنية الحاسوبية التي تعمل عليها فهي أقل استخداما. على أن لا ينفي ذلك أنه يوجد استعمال للغات المنخفضة المستوى وغالبا وهنا بعض واستعمالها يكون أفضل بكثير من بعض لغات برمجة عالية المستوى في بعض التطبيقات. هلا اللغات عالية المستوى كما وضحنا سابقا أن الحاسوب يفهم لغة واحدة فقط وهي لغة الآلة، وبالتالي يجب تحويل الشفرة المصدرية أو الكود المكتوب بأحد لغات العالية المستوى إلى لغة الآلة، وهذا يتم بطريقتين رئيسيتين. أولا عندنا اللغات المفسرة أو اللغات المترجمة Compiled Languages، وفيها تحويل الشفرة المصدرية كاملة إلى لغة الآلة مباشرة بواسطة برنامج يسمى المترجم الكومبايلر. وهذا من أمثلة هذه اللغات لغة سي وسي بلس بلس. أما اللغات الانتربريتد لانجويج أو اللغات المتفسرة المفسرة ويتم فيها تنفيذ البرنامج عبارة عن سطر عن سطر وتنفيذ كل أمر لوحده. وهنا نستعمل برنامج يسمى المفسر أو الانتربريتر، ومن أمثال هذه اللغات البايثون بي اتش بي وجافا سكريبت والعديد من اللغات الأخرى. هلا يمكن أن نقول أن المقارنة بين اللغات المترجمة والمفسرة، نلاحظ أن التنفيذ يمكن نقول أن اللغات المترجمة أو Compiled Language لها سرعة كبيرة في التنفيذ لأنها قد يتم تحويلها مسبقا إلى لغة الآلة. أما اللغات Interpreted Language فإنها أبطأ نسبيا لأنه يتم كل تحويل كل أمر عند تنفيذه إلى لغة الآلة، وهذا ما يستهلك وقتا عند التنفيذ. كما أن اللغات العادية المترجمة أو Compiled Language تتطلب وقتا بعد كتابة البرنامج لتحويلها إلى الشفرة المصدرية، أما في حال Interpreted Language فإنها تتطلب وقت، بالتالي يمكن إجراء بعض العمليات بسرعة أو إجراء تجارب أو بناء نماذج بسرعة كبيرة.
هلا في مقررنا سنتحدث عن لغة البايثون أو نتعلم البرمجة باستخدام لغة البايثون. ولغة البايثون وهي لغة برمجة عالية المستوى، سهلة التعلم، مفتوحة المصدر، وقابلة للتوسيع. تعتمد أسلوب البرمجة فرضية التوجه. الله، إن بايثون لماذا سهل التعلم؟ بسبب تعابيرها الخاصة وقواعدها السهلة والواضحة نسبيا، كما أنه يوجد العديد من المصادر لتعلم لغة البايثون على الإنترنت. ولغة البايثون حاليا هي أكثر لغات البرمجة انتشارا واستعمالا، كما أنه يمكن إضافة العديد من المكتبات والبرامج، والإضافة قابلة للتوسيع. أنها إضافة مكتبات واستعمال لديها مجموعة هائلة وكبيرة من المكتبات التي يمكن استعمالها في برامجنا التي نريد أن نكتبها. لغة البايثون هي لغة مفسرة متعددة الاستعمال لا استخدامات، وتستخدم بشكل واسع في العديد من المجالات، كبناء برامج مستقلة باستخدام واجهات رسمية، وفي برامج تطبيقات ويب، وفي أيضا تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث أن لغة البايثون هي أكثر اللغات استخداما في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولها شهرة كبيرة في هذا المجال. ومن مميزات بايثون أنه يمكن استعمال بايثون لعمل البرامج البسيطة للمبتدئين أو للمتعلمين من يتعلمون البرمجة من جديد أو لإنجاز المشاريع الضخمة. وغالبا ما ينصح المبتدئون في مجال البرمجة بتعلم هذه لغة البايثون، لأنها من بين أسرع اللغات البرمجية تعلما وأسهلها، ووجود العديد المصادر المتوفرة على الإنترنت لتعلم لغة البايثون. هلا البايثون تستخدم الإزاحة بالفراغات بدلا من الأقواس المعطوفة في تحديد كتل البيانات، وبالتالي فإن البرنامج المكتوب بلغة البايثون يكون سهل القراءة والفهم بشكل كبير جدا. هلا لماذا أي بايثون أيضا؟ تعمل بايثون على أنظمة تشغيل مختلفة، ويندوز، لينوكس، وماك، والعديد من أنظمة التشغيل الأخرى. وكما أن بايثون تحوي على بناء جملة بسيط شبيه باللغة الإنجليزية، مشابه للغة الإنجليزية ومفرداتها، وبالتالي فإن يمكن تعلم هذه اللغة بسهولة بشكل بسيط. تحتوي بايثون على بناء جملة يسمح للمبرمجين بكتابة برامج ذات سطور أقل من بعض اللغات البرمجة الأخرى، يؤدي إليه مما تعطينا برامج مكتوبة بشكل أنيق وذات سطور أقل وسهلة القراءة. هلا لماذا بايثون؟ أيضا من ميزات لغة البايثون أنها تعمل على نظام مترجم، أي أنها interpreted language، أي أنه يعني يمكن تنفيذ التعليمات البرمجية بمجرد كتابتها، وبالتالي يمكننا بناء نماذج أولية بشكل أسرع بكثير، أو اختبار بعض التعبيرات أو بعض القواعد أو بعض الجمل أو بعض الأمر بشكل أسهل من اللغات الأخرى، وبالتالي يمكننا كتابة البرنامج بشكل أسرع. هلا بايثون تدعم الكثير من أشكال طرق البرمجة، كالبرمجة الغرضية التوجه أو موجه الكائنات، أو طريقة الفانكشنال بروجرامينج،
أو الطريقات الإجرائية، وبالتالي تساعد فهي لها مرونة كبيرة في كتابة التطبيقات بالشكل التي نحب. إعداد بيئة العمل. سنشرح في هذا المحاضرة كيفية تنصيب لغة البايثون على نظام تشغيل ويندوز، بالتالي سنستعملها ونستعمل بيئة سنتعلم على كيف تنصيب بيئة عمل باستخدام لغة بايثون. لإعداد بيئة عمل بايثون يجب تطلب الأمر استخدام تنصيب مفسر للغة البايثون، وهو البرنامج الذي يقوم بتحويل الكود المكتوب بلغة البايثون يقوم بتنفيذ الكود الذي تنفيذ الكود المكتوب بلغة البايثون. ويمكن الحصول على هذا المفسر من الموقع الإلكتروني python.org كما سنرى. بعد تنصيب البايثون سنقوم بتنصيب IDE أو هو برنامج يمكننا كتابة البرامج بلغة البايثون عليه. يمكن كتابة لغة البايثون بأي محرر نصوص عادي، ولكن من الأسهل والمريح وخاصة للمبتدئين من استعمال محرر أو محرر برمجي خاص للغة البايثون. وهنا في هذا هنا سأستخدم محرر الفيجوال ستوديو كود أو في اس كود من شركة مايكروسوفت، ولنظرا لأن هذا المحرر حجمه صغير نسبيا ويستهلك موارد ذاكرة أقل، كما أنه لديه الكثير من الإضافات التي تسهل العمل له، وهو أسهل بكثير وذات استهلاك أقل الموارد من غيره من المحرر من محررات لغة البايثون. وبعدها سنتعلم كيف سنكتب أول برنامج لنا بلغة البايثون، ونتعلم بعدها الكثير بعضها بعض التعليمات البداية الأولية لغة بايثون. لكن قبل أن نقوم بهذا العمل نتعرف على بعض القواعد الخاصة بلغة البايثون. أولا، حيث تحوي لغة البايثون مجموعة من تعرف لغة البايثون مجموعة من القواعد تستعمل لكتابة البرنامج. وعلى الرغم من أن هذه القواعد شبيهة ببعض اللغات الأخرى كلغة السي أو لغة الجافا، ولكنها تختلف وتتميز عنها بشكل كبير عن هذه اللغات، وهذا ما سنراه في القواعد. المعرفات أو الايدنتيفاير، حيث المعرف هو اسم يستخدم لتعريف متحول أو صنف أو تابع، أي أن المعرف هو أسماء. وبالتالي الايدنتيفاير يجب أن يبدأ المتعرف بالأحرف الكبيرة A to Z أو A to Z أو الأندرسكور داش متبوعا بصفر أو أكثر من الأرقام من الحروف والأرقام والأندرسكور أو الشرطة السفلية. وبالتالي مثالي، لا تسمح بايثون باستخدام أحرف الترقيم أو علامات ترقيم مثل الات أو الدولار أو إشارة المئة أو إشارة داخل المعرفات، كما أنه لا يمكن استخدام الكلمات المفتاحية لبايثون كمعرفات، حيث أن لغة بايثون مجموعة من الكلمات المخصصة والمحددة أو محجوزة للغة البايثون لا يمكن استعمالها كمعرفات. أيضا أن لغة البايثون حساسة بحالة الأحرف، وبالتالي فإن كات وكات تبدأ بحرف صغير وكات حرف كبير تبدأ بحرف كبير هما عبارة عن معرفان مختلفان ولهما معنى معرفان مختلفان، يمكن أن يكون لا تحويان قيما مختلفة. هلا هنا أمثلة عن أسماء المعرفات بلغة البايثون. نلاحظ من أسماء المعرفات الصغيرة score كلها أحرف صغيرة، return value أيضا لها هي عبارة عن تسلسل ولها داش، height score كمان أحرف صغيرة، وname وconvert string. أما من أسماء المعرفات الغير صحيحة نلاحظ أن الأدكور هو اسم معرف غير صحيح. لماذا؟ لأنه لم يبدأ بحرف
أو الأرشيفية، كما أنه محتوى على رمز الأب. ريتيرن إنها كلمة محدودة للغة البايثون. هايست سكور لأنها هنا تحوي على فراغات. ون نيم لأنها بدأت برقم والمحولات يجب أن لا تبدأ برقم. كونفرت سترينج نلاحظ أنها تحوي على الفراغ، وهذا لا يمكن، وهو غلط، اسم معرف غير صحيح. هلا عند من القواعد الضرورية عند إعطاء عند تعريف المتعرفات إعطاؤها أسماء معبرة ما يساعد على فهم البرنامج وسهولة صيانته. مثلنا هلا بنلاحظ أن المتعرف سي يساوي 10 هو محول صحيح ويحوي صحة، ولكن إذا أعطيناه أسماء معبرة أكثر كاونت يساوي 10 يصبح البرنامج أكثر منطقية مقابل الفهم وأسهل لمعرفة ماذا يمثل. لا كما قلنا أن بايثون أو الكلمات المحدودة لبايثون، أن بايثون كما قلنا أن بايثون لديها بعض الكلمات المحجوزة، ولا يمكن استخدام هذه الكلمات ك أسماء متحولات أو ثوابت أو أسماء أي معرفات أخرى، كما أنه معظم أو جميع الكلمات المفتاحية لبايثون تحوي على أحرف صغيرة إلا بعض الكلمات، وهذه هي الأسماء المفتاحية. عرض سريع لجميع الكلمات المفتاحية الخاص أو المحجوزة لكلمة بايثون، نلاحظ أن عددها قليل نسبياً وجميعها تحتوي بأحرف صغيرة إلا بعض الكلمات كلمة فولس أو ترو أو بعض الكلمات القليلة أو كلمة نون مثلا. أما بقية الأسماء فهي جميعها أحرف صغيرة. يلا لبايثون كما قلنا في قبل قليل أنه لا تستعمل بايثون الأقواس المعقوفة لتحديد كتل التعليمات عند تعريف التوابع أو التحكم في مسار برنامج، وهذا ما نراه في الدروس القادمة إن شاء الله، ولكن تستعمل بايثون المسافات البادئة للإشارة إلى كتل البيانات أو كتل التعليمات، وبالتالي أن جميع التعليمات التي تنتمي إلى كتلة البرمجيين يجب أن تكون لها نفس المسافة البادئة. وبالتالي نلاحظ هنا أن برنت جي والتعليم برنت جي والتعليم برنت جي يساوي جي زائد 1 لهما نفس المسافة البادئة، وبالتالي فهما لهما نفس ينتميان إلى نفس الكتلة البرمجية أيضا. وهنا وهذا ما نراه في الدروس القادمة إن شاء الله، حيث أن استعمال المسافات البادئة يسهل قراءة البرنامج بشكل كبير. الكومنتس نلاحظ أن الكومنتس هي شرح أو تعليقات توضيحية يمكن إضافتها إلى البرنامج، ويتم إضافتها للبرنامج بغرض تسهيل فهم الكود المصدري على البشر، ويتم تجاهل هذه التعليقات بواسطة مترجم بايثون. تعزز التعليق وجود تعليقات في الكود قابلية القراءة للكود، وتساعد المبرمجين على فهم الكود بسهولة فائقة، وإضافة شرح عن الكود إضافة شرح عن البرنامج ما يساعد أيضا على فهم البرنامج ويعزز إمكانية تطويره بسهولة وإصلاح أخطائه. التعليقات في بايثون، لبايثون عدة أشكال في التعليقات، ومنها تعليقات السطر الواحد، حيث أن جميع التعليقات يمكن أن تبدأ تعليقات السطر الواحد يمكن أن تبدأ بالرمز هاش للإشارة إلى بدء التعليق، ويتم اعتبار كل نص الذي يأتي بعده هو تعليق حتى نهاية السطر. نلاحظ أن هذا أن This is one line comment and will be سوف يترجمه، هو عبارة عن تلقم سطر واحد ويتم تجاهله
من نقطة مفسر، كما هنا أن بدأنا التعليق من في منتصف السطر بوضع رمز هاش، حيث أن جميع النص الذي ورد بعد رمز هاش سوف يتم تجاهله. طيب، لإضافة تعليقات من عدة أسطر لغة بايثون، يمكن أن نكتب يمكن استعمال رمز هاش عند بداية كل سطر من التعليق، أو استعمال نص مع ثلاث علامات تنصيص قبله وبعده حيث يتم تجاهله من قبل المفسر. وتلك الطريقة يمكن الحصول على تعليق يمكن الحصول على تعليقات أو كومنتات من عدة أسطر. هلا المتحولات، وهي اللبنة الرئيسية هي البرنامج في أي برنامج لغة بايثون. المتحولات أو المتغيرات هي أماكن من الذاكرة يتم تخزين المعلومات فيها أثناء تشغيل البرنامج، ولكل متغير كما اسم خاص به، وحيث هذا الاسم يتبع قواعد تعريف المعرفات التي ذكرناها سابقا أيضا، والتي يجب أن تبدأ بأحرف صغيرة أو كبيرة أو رمز الأندرسكور متبوعة بعدد من الحروف والأرقام، وأن لا يكون كلمة مفتاحية. يتم إسناد القيمة المفتاحية باستخدام علامة المساواة، كما أنه يتم تحديد نوع البيانات المتغير تبعا لنوع البيانات التي يتم تخزينه فيها. وهنا لدينا المتحول كاونتر، خزننا فيه قيمة قيمة صحيحة أو قيمة مايلز مثلا قيمة عشرية، أو هنا لدينا متحول نصي أيضا. تسمح بايثون بإسناد قيمة واحدة إلى عدة متحولات بنفس الوقت. هنا نلاحظ أن A تساوي B تساوي C تساوي 100. كما تسمح بايثون بإسناد عدة قيم لعدة متحولات باستعمال تعليمة واحدة مثل نيم فاصل ايج فاصل ويت سي جون 10 70.5. ويجب الضرورة هنا عند استخدام هذه الشكل أن نفصل بين المتحولات بالرمز الفاصلة والرمز القيم بالرمز الفاصل أيضا، وأن يكون عدد أسماء المتحولات يساوي عدد القيم التي نقوم بإسنادها. هلأ لمعرفة نوع المتحول، كما قلنا إنه كل متحول نوع خاص به، نستخدم الدالة type، نحن نكتب type my tab وبين قوسين اسم المتحول، فيعطينا القيمة الخاصة بهذا المتحول كما سنتمنى في التوضيح لاحقا. كما يمكننا تحرير حذف المتحول وتحرير الذاكرة التي يستخدمها باستعمال التعليم دل، حيث نقوم دل ونكتب بينهم اسم المتحول. سنقوم في هذه الفيديو بطريقة تنصيب مفسر لغة البايثون، وهو ضروري لعمل برامج لغة البايثون. نذهب إلى الموقع الإلكتروني python.org، ثم نقوم من قائمة داونلودز، بعدها نختار داونلود بايثون، وبعد تنزيل بايثون يمكن أن نجده في مجلة داونلودز بايثون. هنا يمكن أن يختلف اسم الملف بحسب إصدار البايثون الذي قد تم تنزيله. نقوم بتشغيل ملف التنصيب، فيظهر لنا الواجهة الرئيسية، ومن الضروري أن نفعل خيار Add Python EXE to the bash قبل البدء بالتنصيب، وبعدها نقوم Install Now. قد تتطلب هذه العملية بعض من الوقت، والآن بعدما تم الانتهاء من تنصيب لغة البايثون نقوم بزر كلوز،
والله النافذة، وللتأكد من أنه تم تنصيب بايثون بشكل جيد، نذهب إلى ابدأ، نختار برنامج موجه الأوامر CMD، نقوم بالأمر التالي: بايثون داش داش فير جيم، ويظهر لنا نسخة البايثون التي تم تنصيبها، وبالتالي نعرف أنه تم تنصيب بايثون أو مفسر بايثون بنجاح. سنقوم في هذه الخطوة شرح بتنصيب بيئة العمل، وهو عبارة عن برنامج Visual Studio Code من شركة مايكروسوفت أو VS Code. نذهب إلى الموقع الإلكتروني code.visualstudio.com، نقوم بتنزيل البرنامج، وبعد تنزيل البرنامج يمكن أن نجده في مجلد داونلود، وبعدها نقوم بتشغيل ملف التنصيب، وهي عملية بسيطة نسبيا ويسيرة. بعد تنصيب البرنامج نقوم بفتح البرنامج وتشغيله. أنا أيضا قد قمت بتنصيبه مسبقا. بعد فتح البرنامج نذهب إلى قائمة الإضافات أو الإكستنشن، نبحث عن الإضافة التي اسمها بايثون، وهي من شركة مايكروسوفت، نقوم بتحديدها ونقوم بتنصيبها أيضا. أنا قمت بتنصيبها أيضا. بعدها نذهب إلى القائمة View Command Plate، ونكتب بايثون select interpreter، نقوم باختيار هذا الأمر، وبعده نقوم باختيار مفسر لغة البايثون الذي قمنا بتنصيبه بالخطوة السابقة، وبالتالي يقول قد أنهينا تنصيب بيئة العمل التي سنعمل عليها. في هذه الخطوة سوف نقوم بعمل برنامج، أول برنامج لنا بلغة البايثون. نضغط وننشئ مجلد جديد، نعطيه الاسم الذي نريد، مثلا بايثون اب، ننقر عليه بالزر اليميني، نقول open with code، نقع عند ملفات، نختار ملف جديد نسميه مثلا main.py، ونكتب أول أمر لنا في هذا البرنامج، print مثلا hello world، وبعدها ما كتبنا هذا الأمر ننقر تشغيل البرنامج. نشاهد قد تمت طباعة كلمة hello world هنا، وقد تم تشغيل البرنامج. وبذلك نكون قد عملنا أول ملف، أول برنامج لنا في لغة البايثون. سنقوم الآن بشرح عملي بسيط عن المعلومات التي تعلمناها في السلايدات الماضية. نحن الآن في البرنامج، أول برنامج كنا كتابته بلغة البايثون، وهو برنامج هالو وورلد. يمكن تشغيل البرنامج من خلال زر run بايثون فايل، وبعدها يتم تشغيل البرنامج. كما يمكننا تشغيل البرنامج من نفس القائمة من النافذة التيرمينال من خلال كتابة الأمر بايثون، اسم الملف وهو عبارة عن main.py،
كما يمكننا في لغة في نظام تشغيل ويندوز اختصار وزن رمز بي واي بعد اسم الملف main بالباي باي. كما تحدثنا سابقا يوجد في بايثون مفسر تفاعلي يساعدنا على القيام بالاختبارات والاختبار بعد التعبير او بعد البناء بعض النماذج السريعة. يمكن الوصول إلى هذا المفسر التفاعلي من خلال أمر بايثون. وصلنا وبعد يمكننا الوصول إلى هذا المفسر. نستطيع من هذا المفسر أن القيام بعض التجارب أو بعض الأوامر. نكتب برنت مثلا هالو، نغلق، نقوم بطباعة الأمر أو اختبار بعض التعليمات التي تساوي 10 أو مثلاً 10 زائد 5 أعطانا القيمة مباشرة، أو مثلاً طباعة المتحول A. هذا هو المفسر التفاعلي، وهو مفيد أيضاً لنا في إجراء بعض الاختبارات أو بعض التعبير أو تجريب بعض التعبير السريع. يمكننا الخروج من هذا المفسر التفاعلي من خلال الأمر exit. أو بعدها نقبض انتر، نكون خرجنا من هذا المفسر التفاعلي. نغلق النافذة. تحدثنا الآن تحدثنا عن المتحولات وكيف أن المتحولات لها اسم، لكل متحول اسم يتبع فيه له يخضع اسم المتحول إلى أسماء قواعد أسماء المتغيرات التي تحدثنا عنها سابقا. وهذه القواعد هي أن لا يبدأ اسم المتحول، أن اسم المتحول يتألف من أحرف صغيرة A to Z أو أحرف كبيرة A to Z و أو رمز شرطة، وأن يكون متبوعا بصفر أو أكثر من الرموز الأحرف والأرقام أو الرمز الشرطة أو أندرسكور. وبالتالي فإن الأسماء المتحولات التي سأقوم بكتابتها هي أسماء متحولات صغيرة مثل A تساوي 10 واسم متحول صغير مثلا كاونتر، واسم متحول صغير اسم متحول مقبول اندرسكور، واسم متحول صحيح او مثلا القيمه ريتيرن فاليو. وهو عباره عن اسم متحول صحيح ايضا. وكما قلنا ان المتحول يكون اسناد قيمة له من خلال رمز المساواة، ولكل متحول نمط يتم وكل متحول نمط يتم معرفته تلقائيا من خلال نوع القيمة التي اسندنا له اليها. هلا لطباعة قيمة المتحول يمكننا استعمال الرمز التعليمي برنت مثلا برنت نقوم بتشغيل البرنامج فيقوم بطباعة القيمة 10 أو بطباعة مثلا صغير شوي برنت كاونتر تكون طباعة اسم المتحول. يمكن التخصص التعليمي برنت عدة برامترات لطباعتها أو عدة قيم طباعتها معا في نفس التعليمي مثل برنت A فاصلة كاونتر فاصلة value. نلاحظ أنه تم طباعة هذه القيم مع بعضها البعض. يمكن كتابة طباعة المتحولات بطريقة أفضل قليلا من برنت A تساوي فاصل A. نلاحظ أنه تم تخريجها بشكل أفضل، ويمكن كتابتها بشكل أفضل.
print مثلا value. نلاحظ ان هنا البرنامج الـ VS Code يوفر لنا اكمال تلقائي، بالتالي يساعد علينا كتابة الكود بشكل خالي من الاخطاء. ايضا نقوم بالطباعة value. نلاحظ طبعا انا قيمة value لان خزنا فيها القيمة value. يمكن أن نغير تلك القيمة سم value، نلاحظ أنها ستطبع لنا القيمة الجديدة value هي تساوي سم value. مثلا الاسم المتحول الذي يبدأ برقم، وهذا اسم المتحول غير صحيح، ونلاحظ أن برنامج VS Code يعطينا إشارة لأن هذا المتحول غير صحيح. مثلا إذا قمنا بتشغيل البرنامج سوف يعطينا رسالة خطأ. أعطانا هنا رسالة خطأ. أو مثلا بعض المتحولات اسمها صحيحة، مثلا at أو at name مثلا، لأنه يحتوي على قيمة غلط أو يحتوي على رمز الـ at، رمز الـ at. وأيضا من أسماء المتحولات الذي يحتوي على الفراغات، مثلا return value تساوي 10. هنا سوف يعطينا خطأ أو تعبير غير صحيح. أيضا إذا استعملنا كلمة ريتيرن وهي سيعطينا هنا خطأ. لماذا؟ لأنها عبارة عن كلمة مفتاحية من كلمات قوس المفتاحية التي ذكرناها سابقا. هنا مسح البرنامج. هلا كما ذكرنا سابقا تساعد بايثون في تساعد بايثون في إسناد عدة قيم نفس القيمة لعدة متحولات بتعبير واحد فقط. مثلا A تساوي B، A تساوي B تساوي C تساوي 100. نقوم بطباعة print A، print B، print C. نقوم بالطباعة ونلاحظ أنه مثلا طبعا أنها A و B و C نفس القيمة. كما يوجد في بايثون تعليمة جميلة جدا وهي إسناد عدة قيم لعدة متحولات بتعليمة واحدة، مثل name فاصلة age فاصلة weight يساوي مثلا جون فاصلة مثلا أي 10.25. ومن الضروري أن نكون أن نفصل بين أسماء المتحولات برمز الفاصلة وبين أسماء بين القيم أيضا بالفاصلة. وهنا نستطيع طباعة البيل نيم يساوي نيم. هنا نلاحظ أن كيف ميزة الإكمال التلقائي تساعدنا بسهولة. نضع فاصلة أو print age يساوي age أو print weight يساوي ويت. اوكي نقوم بالتشغيل فتظهر لنا تلك المعلومات بشكل صحيح.
لا، كما ذكرنا سابقا أن لكل متحول نوع محدد، وهو إما يكون عدد رقمي أو نصي أو فلوت. وتوفر بايثون العديد من أنماط المتحولات التي سنتكلم عنها في الدروس القادمة. ولمعرفة نوع المتحول يمكن أن نستعمل التعليمة type. يمكن أن نكتب type print type a type name، مثلا نعرف نمط المتحول name، سوف يعطينا نوعه وهو من نوع نصي، أو إذا نعرف نوع ال print type weight من المتحول weight يعطينا عن نمط weight، أو هو من نمط float أو عدد حقيقي أو عدد عشري. أما يمكننا وتوفر بايثون أيضا خاصية رائعة لحصر المتحول وتحرير الذاكرة من خلال التعليم del، بعد أن نكتب اسم المتحول الذي نريد طباعته. وإذا قمنا مثلا بعد تنفيذ الأمر del name، طبعنا print name، سيعطينا البرنامج خطأ. لماذا؟ لأنه تم حذف المتحول name وأصبح المتحول name غير معرف بالنسبة لمفسر لغة بايثون. هذا أما بالنسبة للتعليقات فكما قلنا فهي كما قلنا عن التعليقات فإنها عبارة عن توضيحات أو شروحات تضاف إلى الكود البايثون ويتم تجاهلها من قبل المفسر. ويمكن التعليقات أن تكون على سطر واحد مثل this is one line comment. فإن هذا التعليق سيتم تجاهله من قبل المفسر. طبعاً برينت نيم نقوم بالتشغيل، نلاحظ أنه تم طبعاً عليها جون وتم حذف التعليق. ويمكن أن يكون التعليق بعد تعليمه أيضا مطبوع برمز الهاش، نقول this comment will be ignored. نلاحظ أنه إذا طبعناه أيضا سيقوم بتنفيذ التعليم برنت نيم، وبعدها سيتجاهل هذا التعليق. يمكن التعليق أن يأتي لعدد، يمكننا أيضا إضافة التعليق على عدة أسطر، وذلك باستخدام الرمز هاش عند بداية كل سطر. This is مثلا نكتب this is comment line 1. comment line 2. comment line 3. كما يمكننا كتابة تعليق من عدة أسطر باستخدام نص بين ثلاثة علامات تنصيص. نضع ثلاثة علامات تنصيص وبعد قبل وبعد قبل النص، ونكتب this is comment with many lines. نضع line 2 line 3 وإلى آخره. ونلاحظ إذا قمنا تنفيذ البرنامج سيتم تجاهل هذه التعليقات. كما نلاحظ أن برنامج الـ VS Code يوفر لنا إمكانية أو يقوم بتلوين التعليق باللون الأخضر، أو أيضا النص بمحاط علامات تنصيص باللون الأحمر، مما يساعدنا على فهم البرنامج بشكل أسهل وأوضح ويسرعنا في قراءة البرنامج. هذه هي الأشياء التي تحدثنا عن سلايدات في الدرس أو في سلايدات وفي الدرس، وهو لمحة سريعة ومقدمة عن لغة البايثون.